تمثل الثروة الحيوانية إحدى القطاعات المهمة لإنعاش الاقتصاد التشادي بعد البترول، وعلى هذا الأساس أعطتها الحكومة التشادية عناية فائقة عبر إطلاق حملات لتطعيم المواشي ضد الأمراض الوبائية المزمنة التي تصيبها. وتأتي هذه الحملة التي أطلقها حاكم ولاية جيرار بول مباينادوم بمدينة مونغو لتطعيم المواشي ضد مرض الطاعون والجدري ضمن جهود الحكومة في هذا الشأن. رئيس فيدرالية جمعيات الرحل بجيرا محمد شلتوت شكر الحكومة على هذه العملية وقال إنها تساعد أصحاب المواشي للحفاظ على صحة مواشيهم. المندوب الولائي لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني إزيكيل توزوبي تحدث عن أهمية تطعيم المواشي ضد الأمراض الوبائية التي تفتك بها، ودعا التجار إلى مساعدة فرق التطعيم لإنجاح هذه الحملة. أما حاكم ولاية جيرابول مباينادوم وخلال إطلاقه للحملة قال إن قطاع الثروة الحيوانية يعد من القطاعات المهمة التي يرتكز عليها الاقتصاد التشادي في ظل التدني الملاحظ لأسعار النفط، وعليه من اللازم الاهتمام بهذه الثروة من البهائم والاعتناء بها. وقال إن الحكومة خصصت 20 ريال للبقرة الواحدة، أما الضأن والماعز فيتم تطعيمها مجانا، وهذا يساعد بشكل كبير أصحاب المواشي لمواجهة كافة الأمراض التي تصيب المواشي من حين لآخر.